السلام عليكم. الشباب الذين يعانون من فراغات في الدقن او حتى يحبون تكثيف اللحيه، خاصه مع بدايه ظهور الشعر في بدايه العشرينات، البعض يتحرج. حتى وصلنا بعض الشباب يقول يا دكتور، البعض يقول لي ليش ما ظهر لك دقن او لحيتك خفيفه او حاجه كذا، فنفسيا متاثر يعني يبغى الحل. انا سبق نصحت عده شباب اصدقائي وشفت النتائج قويه جدا. اخرها قبل يومين زارنا الصيدليه احد الشباب، يعني لاحظت يعني ما عرفته بصراحه، يعني صار وجهه ما شاء الله كله شعر وعنده يعني كثافه في الدقن، فحبيت انصحكم بهذا الشيء الوحيد مثبت علميا لانبات الشعر واعاده نموه، بديء يعني ما له علاقه بالليزر ولا الهرمونات وبعيد حتى عن الزيوت. هذا الشيء مثبت علميا، راح اذكر لكم اياه اليوم طريقه استخدامه وكيف نسرع من ظهور الشعر في هذه الاماكن. في البدايه تدعمونا بلايك، تشتركوا في القناه اذا كنتم من جدد، حياكم الله. العلاج الفعال لإنبات الشعر وتكتيت اللحية هو ليس الليزر، لأن ممكن له نتائج عكسية حسب الأخصائيين الليزر. أيضا الزيوت، نسمع بزيت الحشيش الأفغاني وزيت جوز الهند والصبار، هذه كلها ممكن تحسس البشرة وتسد المسامات وتسبب نتائج عكسية. نفس الشيء أيضا بعض الناس يقولوا الحبوب الهرمونات عن طريق الفم، إيش رأيك يا دكتور ناخذها اللي تقلل هرمونات الأنوثة في الجسم وزيت هرمونات الذكورة، هذه تسبب لخبطة في الهرمونات ومشاكل أنتم في غنى عنها. العلاج المثبت علميا لإنبات الشعر وإعادة نموه ووقف التساقط هو المينوكسيديل، يفضل 5%، هذا مثبت علميا ومرخص من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وتحت أسماء تجارية عديدة مثل رايجين، هيرجرو، أوفوجين. اختاروا اي شركه يناسبكم، اسال الصيدلي عن المينوكسيديل 5%، واذا كانت بشرتك تتحسس ممكن تاخذ تركيز 2%، بس 5% مفعوله اسرع واقوى. طريقه الاستخدام سهله وبسيطه، تاخذوا بخاخ على اماكن الفراغات او حتى على الدقن كامل لو تحبون تكثيف مرتين في اليوم صباحا ومساء، مع تدليك بشكل خفيف حتى تمتص بشكل اسرع. هناك طرق تساعد في زياده فعاليه المينوكسيديل وانبات الشعر. استخدام الديرما رولر حتى لو مرتين في الأسبوع تعمل على زيادة امتصاص المينوكسيديل وزيادة فعاليته أيضا وتحفيز بصيلات الشعر لإنتاج الشعر. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فراغات في الدقن على شكل ثعلبة، هذا مرض أوتوميون ديزيز، نحتاج وسائل قوية حتى تساعد في إنبات الشعر مرة ثانية. فمن ضمن الخيارات اللي أنصح بها جل دكري، ممكن استخدامه بالتناوب مع المينوكسيديل. حتى الشباب اللي يبغون النتائج اسرع ممكن يستخدمونه، زي ما ذكرنا برضه الديرما رولر تساعد في امتصاص المينوكسيديل. معروف ان المينوكسيديل يساعد على ضخ الدم الى المكان، توصل محمل بالغذاء الى بصيلات الشعر فتنمو الشعر بشكل صحي واسرع. ايضا بعض الناس يسال يقول لك ايش رايك بزيت اكليل الجبل؟ اذا كان من شركه ناو العطري هذا ممكن يسبب تحسس للمكان، الا اذا خففناه مع زيت اخر وكميات بسيطه ممكن استخدامه، لانه يساعد في انبات الشعر ايضا. او بعض الناس يقولوا في بدائل اخرى افضل، مثلا زيت ميلي هذا مخفف ممكن استخدامه بدون اي زيت اخر للفراغات اللي تكون في الدقن. طيب في اشياء اخرى تساعد في انبات الشعر؟ نعم، المكملات الغذائيه، لو اخذت مثلا بريورين ان او بريفاكتيل، اي فيتامين او سيستين بي زنك، اي فيتامين للشعر، كلما عملنا كومبليشن تريتمنت يعني علاج مدمج ما بين الفيتامينات والبخاخ والديرما رولر والجل اللي ذكرنا او زيت اكليل الجبل، راح تشوفون نتائج سريعه جدا ومذهله وراح تشكرون باذن الله. اتمنى من الاشخاص اللي جربون هذه الطريقه استخدام بخاخ المينوكسيديل يكتبون في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناه ودعمي بلايك. نشوفكم في فيديو قادم باذن الله.